نناقش ملف تكليف مرشح جديد برئاسة الحكومة واختلاف الكتل السياسية حول هذا المرشح، بالإضافة إلى رفض الشارع العراقي لتكليفه وللعملية السياسية ككل. للحديث عن كل هذه النقاط ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أهلا بكم أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا، حياكم الله، مرحبا بكم. بعد تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة اشتد الصراع بين قوى العملية السياسية خاصة الأحزاب الطائفية منها، على ما يؤشر هذا الصراع بين هذه الكتل؟ يؤشر هذا الصراع على أن عدنان الزرفي هو مرشح الولايات المتحدة وليس مرشح التوافق الأمريكي الإيراني الذي درجت العادة عليه في العراق منذ 16 سنة. لا يمكن أن يكون رئيس وزراء إلا بموجب التوافق الأمريكي الإيراني. هذا المرشح عدنان الزرفي من الواضح أنه خيار أمريكي خالص، وبالتالي العصابات الميليشياوية التابعة لتحالف الفتح وغيره بزعامة هادي العامري وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وباقي الكتل الميليشياوية التابعة لإيران ترفض هذا المرشح الأمريكي. ما لم يتم بالتوافق الأمريكي الإيراني في العراق لن يرشح أو لن يصوت ويمرر رئيس وزراء جديد. نعم، كان زرفي في كلمته أمس قطع لنفسه عهدا بحصر السلاح بيد الدولة فقط والقضاء على كل مظاهر انفلات السلاح، ما مدى قدرته على تطبيق ذلك؟ أولا هذا القرار ليس قرار المسمى رئيسا للوزراء في العراق أيا كان اسمه وأيا كان انتمائه، هذا قرار الجهات التي تتحكم في العراق وتحديدا الولايات المتحدة وإيران. فما لم يتم الاتفاق الأمريكي أو القرار الأمريكي والإيراني على سحب الميليشيات وتحجيم دورها وسحب السلاح من أيديها، لن تكون هناك أي معاني لتعهدات هذا رئيس الوزراء هذا أو ذاك. سبق لكل الذين تولوا هذا المنصب قبله ابتداء من إبراهيم الجعفري ونوري المالكي وأيضا حيدر العبادي وعادل عبد المهدي السفاح المنصرف المستقيل عفوا، كلهم تعهدوا بنفس هذه التعهدات التي أدلى بها عدنان الزرفي، وبالطبع هم لم يستطيعوا ولن يستطيع أي قادم جديد الإيفاء بهذه التعهدات، وهي أكبر من قدرتهم لأنهم مأمورون بالإرادة الأمريكية والإرادة الإيرانية التي جلبتهم أساسا. بالحديث عن هذا الصراع بين القوى الشيعية، مقتدى الصدر قال إن هذا الصراع هو الذي غير آلية اختيار رئيس الحكومة والمعمول بها منذ عام 2003. هل برأيكم يمكن أن يكون هنالك تغيير كامل في المشهد السياسي في العراق؟ الذي يغير المشهد السياسي في العراق هو إرادة الشعب العراقي الذي أجبر هؤلاء العملاء في السلطة السابقة المستقيلة سلطة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها، فهي ثورة الشعب العراقي وليس إرادات هذا الطرف الأجنبي أو ذاك، لأن كما نعلم أن إرادة الشعب هي التي أجبرت هؤلاء على الاستقالة. الذي يغير ما يحدث في العراق تغييرا جذريا يؤدي إلى مصلحة الشعب بشكل حقيقي هو القرار العراقي الوطني المستقل الذي يحمي العراقيين ويحمي جوار العراق ويحمي العالم من الإرهاب والفتن التي يتسبب بها الوضع الشاذ والمأساوي في العراق. في خضم هذا الصراع بين الأحزاب والكتل يتم تسويق الزرفي على أنه نتاج لجهود المتظاهرين وانتصار كذلك لثورة تشرين، كيف تقرأ هذا التسويق للزرفي وما الهدف الحقيقي منه؟ الهدف الحقيقي منه هو محاولة إقناع المتظاهرين بأن القادم الجديد يلبي مطالبهم. صحيح هو الزرفي تحدث في مرات عديدة خلال أيام الثورة وأسابيعها وشهورها المباركة
عن يعني دعمه لمطالب الثوار والمتظاهرين، ولكن هذا في الحقيقة لا يهم. الذي يهم هو يعني الذي يجري الآن هو عملية تسويق له عند المتظاهرين، حتى لو كان الزرفي أو غيره راغبا على الامتثال لمواقف المتظاهرين، فإن آليات النظام التي جاء بها هذا أو ذاك لن تسمح له بالاستمرار بالإيفاء بتعهداته على الإطلاق. لا يمكن لهذا النظام الميليشياوي المحاصصي الإرهابي الذي هو يعني نتاج الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق، لا يمكن له أن يحقق أي يعني نتائج إيجابية للعراقيين. كما قلت، القرار الوطني العراقي المستقل الذي يطالب به الثوار هو ما يحقق هذا المطلب. لينسلخ عدنان الزرقي عن تاريخه ويعلن براءته من كل التاريخ السيء الذي يحمله، ويعلن رفضه لآليات نظام المنطقة الخضراء المحاصصي الاحتلالي، ويعني يحل البرلمان ويسقط هذه الأحزاب والميليشيات، حينها يكون مقبولا من العراقيين عدنان الزرقي أو أي شخص آخر. أما أي شخص يأتي ضمن هذه الآليات وضمن هذه التوافقات وضمن هذا الدستور المرفوض سيكون مرفوضا من قبل الشعب. شكرا جزيلا لكم رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا عبر الهاتف.